ورحمة الله تعالى وبركاته. حكينا في الدرس اللي فات عن مفهوم الجهد. اليوم إن شاء الله هنكمل الحديث في الجهد والتيار. بداية طبعا احنا بنشكر الإخوة القائمين على هذا المشروع، سواء كان في أكاديمية الدارين أو في القرية الإلكترونية. برحب بجميع الإخوة الحضور، أهلا وسهلا بكم. ملخص للدرس السابق، طبعا هنا الدرس رقم 2، قلنا ان الجهد الكهربي موجود في الطبيعه، موجود يعني هيك ربنا خلقه سبحانه وتعالى داخل كامن في العناصر المختلفه، وكل عنصر يحمل جهد معين. الجهد هذا بيظهر امتى؟ اذا انا قارنت عنصرين مع بعض ووضعتهم في سائل الكتروليت، سائل موصل للتيار الكهرباء. قلنا انه الجهد الكهربي لاي بطاريه او اي خليه بيعتمد كليا على نوعية العناصر الداخلة في تركيب هذه الخلية. يعني زي ما تحدثنا بالأمس، جهد خلية الكربون زنك 1.5 فولت. طالما انه الزنك حالة جيدة، الكربون بحالة جيدة، الوسط المائع اللي بينهم او الالكتروليتي سليم، يبقى لازم تطلع 1.5 فولت، لا اكثر ولا اقل. خلية الرصاص وأكسيد الرصاص بتطلع 2 فولت، طالما إنه الحامض اللي موجود في الداخل مضبوط تماما، طالما إنه الأقطاب مضبوطة يبقى لازم تطلع 2 فولت، لا أقل ولا أقل. جهد خلية النيكل كاديميوم مثلا 1.2 فولت، لا بتزيد ولا بتنقص طالما أنا استخدمت المواد. عموما نقدر احنا نعرف الجهد الكهربي بانه هو القوة التي تدفع الالكترونات داخل المقاومة او داخل المقاومات، داخل المقاومات مش المقاومات، المقاومات بقصد فيها كل جسم مقاوم سواء كان مصباح او راديو او، لكن لو قلت انا مقاومات فأنا بقصد المقاومات اللي هي تنباع منفردة في السوق. في عندي هنا منظر بسيط، منظر بسيط بيوضح العلاقة ما بين أو إيش هو الجهد الكهربي والتيار الكهربي والمقاومة الكهربية. لو طلعنا هنا على اليسار هنشوف إنه هنا تمثيل للجهد الكهربي شيء يدفع، المقاومة الكهربية إيد عمالها بتعارض، التيار الكهربي اللي هو مرموز له اللون الأصفر السالب على أساس إنه إلكترونات، بنلاحظ إنه هو المعاق او هو الذي يعني اللي المقاومه هي تقوم باعاقه هذا التيار. يعني الجهد بيدفع، التيار هو اللي حيمر، المقاومه هي اللي بتعارض هذا الدخول. وطبعا هو حيدخل بدونها، يعني لو ما كانش في مقاومه او جسم مقاوم
معنى ذلك في فراغ. الدورة هذه قلنا هذه دورة تأسيسية للإلكترونات. أي شخص بيمارس أو بده يتعلم أي مهنة إلكترونية، سواء تصليح مذر بورد أو تصليح جوال أو تصليح ريسيفر أو أي مهنة، أو حتى لو كان بده يشتغل في التبريد والتكييف، أو لو حتى كان بده يشتغل في الكهرباء، المفترض جميع هذول الأصناف من الناس وغيرهم يلتزموا الدورة تأسيسية في الإلكترونيات. لازم الكل يلتزم دورة تأسيسية في الإلكترونيات، لأنه علم الإلكترونيات اليوم دخل في جميع الصناعات. كنت عرضت الدرس اللي فات صور فيديو، طبعا الإخوة ما تمكنوش من مشاهدته كما يجب، أو الفيديو وقف عند مكان مش مناسب عندهم غير ما وقف عندي. كنت أنا بأتحدث عن المنظر هذا. المنظر هذا هو من داخل مصنع. هنا كانوا ايش بأكسدوا في الرصاص، لانه البطاريه او المركب الرصاص، البطاريه اللي بتركب في السياره هي عباره عن رصاص واكسيد رصاص. هذا المكان لأكسدت الرصاص، وهو مكان مغلق تماما وخطير جدا. يعني الغاز نفسه سام، لو اجى انت استنشقته هو نفسه سام، غير انه سام الجسم لا يستطيع ان يتخلص من الرصاص خصمص. يعني لو انا استنشقت اي مواد ثانيه بعد فتره من الزمن بزول الاثر تبعها، لكن للرصاص لا، ما بيزولش لانه بيترسب في الرئتين. لذلك لما يأكسد الرصاص بيحطوه في معزل عن الناس خالص. هنا برضه من نفس الفيلم بنشوف توصيل البطاريه من الداخل. طبعا هي عباره عن توصيل توالي وتوازي، يعني احنا بنسميه توصيل تضارب. شويه حنحكي عن هذا، شويه حنرجع لهذا الرسم، او احنا الان حنشرح عن هذا الرسم. طبعا هنا نفس الرسم وبوضح عندي التركيب الداخلي للبطاريه. نتحدث عن توصيل الخلايا على والله يا اخي انا معلي صوتي. انا معلي صوتي. بس ايش؟ ماشي حقرب على جهاز اكثر. وانا ان كان صار عندي مشكله مش عارف ليش الصور الثانيه ما طلعتش. خليكم معايا شويه. هعاود ارفع الملف ده مرة معلش عشان تظهر الصور. نحن عاود أرضي ثلاث خلايا بي واحد، هنا بي واحد، بي اثنين، بي ثلاثة، اللي هم نفسهم هنا حجر راديو حجر راديو حجر راديو. هذول متصلات. لاحظ كيف التوصيل على التوالي وإيش الهدف منه. التوصيل على التوالي بيكون هي هنا الطرف السالب
اللي هو اللي حياخذ منه الجهد الكهربي الطرف السالب، والطرف الموجب موصول مع الطرف السالب للبطاريه نمره 2 بي 2. الطرف الموجب لبي 2 موصول مع الطرف السالب لبي 3. الطرف الموجب لبي 3 هو مخرج الجهد الكهربي. هنا بصير عندي ثلاث بطاريات بالشكل اللي احنا بنشوفه هنا متصلات على التوالي. لو كانت البطاريه هذه 1.5 فولت وهذه 1.5 فولت، معنى ذلك حاجمع هذه الجهود وحيكون عندي البطاريه الكليه، او نعم البطاريه الكليه حيكون جهدها 4.5 فولت. خلينا نحاول نفهم شويه كيف بيرتفع، نعم الجهد الكلي اللي هو بيكون 4.5 فولت فيما لو كانت كل بطاريه منهم 1.5. نلاحظ انه البطاريه هي نمره 1، انا اخذت السالب وضعت السالب، فرق الموجود بين القطب السالب والقطب الموجب هو 1.5 فولت، اذا القطب الموجب حيعلو عن القطب السالب بمقدار 1.5 فولت. فما دام القطب السالب معمول عندي هنا في بي 1، هنا يعني في بي 1، يبقى حالاقي عند تي بي 1 جهد مقداره 1.5. الان نيجي لبي 2. بي 2 ايضا نفس البطاريه الاولى، يعني 1.5 فولت الزائد يزيد عن الناقص 1.5 فولت، او فرق الجهد الموجود بين الزائد والناقص 1.5 فولت. لكن السالب هنا مش موصول على الصفر، وانما هو موصول على جهد مقداره 1.5 فولت ناخذينه احنا من البطاريه هذه. يبقى هو حيبدا من 1.5 فولت ويكمل ال 1.5 فولت تبعينه، فحيصير عند الجهد عند تي بي 2 هنا 3 فولت. مفهوم؟ كويس. تي بي 2 الان اصبح عليها 3 فولت. بأضيف إلها البي 4 أو الخلية نمرة 3 عفوا، وهي برضه 1.5 فولت. الآن الزيرو تاعها اللي هو الناقص بيبدأ من 3 فولت، بيرفع القيمة تبعت البطارية الجديدة أو الخلية الجديدة. على فكرة يا إخوان أنا دائما بقول بطارية لأنه إحنا تعودنا على هذا الكلام يعني، إنما هي خلية، هي خلية، خلية واحدة مش بطارية كاملة. البطارية هي عبارة عن مجموعة من الخلايا، سواء متصلات توالي أو متصلات توازي أو متصلات تضاعف، هذه يقال عنها بطارية. إنما المنظر اللي قدامي هنا هو هذه خلية وهذه خلية وهذه خلية واحدة مش موصولة لا توالي ولا توازي. لاحظ عندي هنا إنه لو أنا أضفت كمان بطارية هنا برضه حزود كمان 1.5، لو اضفت كمان بطاريه حزود 1.5، وحيفضل الجهد يزيد معايا باستمرار. فانا ممكن احصل على 15 فولت مثلا اذا انا وضعت 10 بطاريه 10 خلايا متصله على التوالي. ايش اللي بستفيده من توصيله التوالي؟ اللي بستفيده من توصيل التوالي هو زياده الجهد الكهربي. هو زياده الجهد. طب التيار؟ هل تيار البطاريات الثلاثة أو الخلايا الثلاثة حيزيد ولا حينقص ولا حيبقى كما هو؟ أخذت إجابتين من الإخوة، اللي هو واحد قال بيقل واحد قال التيار لا يزيد نفسه. والله تفسيرات الإخوة يعني طبيعي، يعني المقاومة الداخلية للبطاريات الثلاثة حتنجمع ايضا على التوالي، وبالتالي التيار الكلي فعلا هو ممكن ينقص مش يزيد، ممكن ينقص، لكن احنا بنعتبر ان التيار يبقى كما هو. طبعا مش 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 من الناحيه العلميه او الاكاديميه، من الناحيه العمليه بنعتبر انه التيار ده، لكن يعني التيار زي ما هو، لكن هو فعلا البطاريات الثلاثه او الخلايا الثلاثه لهم مقاومات داخليه
هذه المقاومات الداخلية وتعيق مرور التيار، وبالتالي يكون التيار الكلي بالفعل يكون أضعف من التيار. واحد يقول لي والله طب هذا الكلام بيختلف مع قانون أوم، أنا بعجبت تشتري قانون أوم، بس حتى الآن ما تحدثتش في قانون أوم، أنا بتحدث في توصيل بطاريات. أنا بحاول يعني أجمع جهود البطاريات، مش أتحدث في قانون. برضو الملف الجديد اللي رفعته الصور مش ظاهرة فيه، عقلا الصور مش عارفة مش تظهر، أو الملف رفعته كمان مرة برضو صور مش عاوزة تظهر، هحاول أرسم بإيدي. الشكل اللي انا قاعد برسمه انا بوصل بطاريات او خلايا على التوالي. الله اكبر الله اكبر. هنا انا بوصل خلايا على التوالي الله وواضح شويه للاذان بس. السلام عليكم. المفترض انكم شايفين الان توصيل الخلايا على التوالي، شايفين عندنا هنا اربع خلايا كل واحدة فيهم 1.5 فولت، وصلناهم على التوالي صاروا 6 فولت. الجيت شايفين؟
موجود هنا بس الصور مش طالعة معي. عموما توصيل البطاريات على التوالي الهدف منه زيادة الجهد. توصيل البطاريات على التوازي يكون الهدف منه ايه؟ زيادة التيار. هنا نرجع للرسمة هذه تبعت الشركة دي. خلية تنتين ثلاثة. ثلاث خلايا هذول متصلات مع بعضهم داخليا على التوازي. لما بنوصل احنا اكثر من بطاريه اكثر من خليه بنتجول بطاريه. فثلاث خلايا هنا زائد ثلاث خلايا هنا زائد ثلاث خلايا هنا هذول كونوا مجموعهم بطاريه، فاصبحت البطاريه هي عباره عن مجموع التوصيل. توالي زائد توازي هذه البطاريه اللي هي الستة فولت اللي احنا نعرفها. لو احنا كنا انتبهنا شويه للفيلم السابق كنا حنجد انه الالواح اللي بيعملها كانت مخرمه مش 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 مصمطه. طبعا هذا عشان تزيد الحجم اللي معرض للحمض وبالتالي تزيد من التيار. يعني لو انا جبت لوح من الرصاص مصمط طبعا هاخد تيار منخفض من البطاريه. هاي الرسمة اللي كنت أنا عايزها وصلت، رسمة عادت إجت هاي الحمد لله. إذن التوصيل على التوالي زي ما إحنا شايفينه هنا اللي هو السالب هنا بالموجب هنا. في النهاية بتكون عندي قطب موجب وقطب سالب اللي هم بشكل القطبين الموجبين لهذه البطارية. طبعا بتوصل من هذول عادة في أجهزة الراديو وبعض الأجهزة. لو احنا بدنا نوصل على التوازي وتوصيل التوازي بده شويه وقف عن وقت. في عندي هنا ثلاث خلايا متصله على التوازي، هي هنا على يسارك الشكل بتاع الخلايا اللي هي احجار 1.5 فولت. هنا الرمز الفني للبطاريات كيف هي متصله. بنلاحظ هنا انه الجهد الكلي بقي 1.5 فولت. ايش بستفيد من توصيل التوازي؟ بستفيد منه زياده التيار اللي انا بقدر اخذه من البطاريه. يبقى عندي توصيل واحد اسمه توالي اللي هو بالشكل اللي هنا، ايوه، والرمز بتاعه هنا. هذا بستفيد منه زيادة الجهد. عندي توصيل التوازي اللي هنا بستفيد منه زيادة التيار. يبقى بقدر الآن أنا أعمل بطارية بجهد وتيار أنا بأختارهم كمصمم. نعم توصيل التوازي الجهد ثابت والتيار بزيد. بس في حاجة أنا بدي أحكيها على توصيل التوازي. التوصيلة هذه اللي إحنا شايفينها قدامنا يشترط فيها تماما تساوي البطاريات تماما في كل حاجة، وهذا بصراحة صعب ان احصل عليه انا كانسان مستحيل. يعني انا عندي لما اروح على السوبر ماركت اشتري بطاريات او احجار زي هذه صعب ان احصل على اربع بطاريات نفس الجهد. عشان هيك انا ما بنصحش اي واحد انه يقوم بتوصيل البطاريات على التوازي، لانه اي بطاريه جهدها نقص حتبدا تاخذ من البطاريه اللي جهدها عالي، وبالتالي بصير استهلاك داخلي لهذه البطاريه، بصير استهلاك داخلي. انما توصيل التوالي اقل حده. طبعا في توصيل التوالي ايضا لازم استخدم احجار بنفس القوه، نفس
تاريخ الصلاحيه نفس الشركه المنتجه نفس التيار، على اساس انا ما افقدش حاجه. يعني لو كان انا عندي ريموت كنترول، سبيل المثال ريموت كنترول، وعندي حجرين، حطيت حجر ضعيف وحجر قوي، بدايه اوكي الريموت كنترول هيشتغل، لكن الحجر الضعيف هيستهلك الحجر القوي، وتجاريا حلاقي حالي ان انا خسرت، تجاريا حاجد ان انا خسرت طاقه، طاقه وين؟ انا ضيعتها في خلال الحجر التالي. هنا عندي بطاريه. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاه حي على السلام، قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه، الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله. عندي هنا توصيل تضاعف، طبعا توصيل تضاعف هذا في خلل في الرسم، هنا انا شفته هذا الخلل بس ما حبيتش اشيله، لان انا صحيح اخذته من احد المواقع. لو حدا مركز معايا على اعتبار انه الخليه 1.5 فولت، يقول لي ايش هو الخلل. كربون زنك البطارية الخلايا، نعم اعتبرهم كربون زنك، في خلل في الرسم. انا كاتب فوقها توصيل الخلايا على التضاعف، الرسمة فيها خلل. ماشي، انا حال هنا انا رسمت خليتين على التوالي. المفترض لما ارسم انا خليتين على التوالي زنك وكربون، يبقى لازم يكون هنا عندي 3 فولت وهنا 3 فولت وهنا 3 فولت، وبالتالي جهد الخرج يكون 3 فولت، على اعتبار انه هنا بطاريه وهنا بطاريه، او هنا خليه وهنا خليه، وصلتهم على توالي، فواحد ونص واحد ونص يصيروا 3، وهنا 1.5 1.5 يصير 3، وهنا 1.5 1.5 يصير 3، بالمجموع النهائي لما اوصلهم على التوازي بيطلع معي الجهد 3 فولت. لكن الرسمه هذه انا حبيت اجيبها زي ما هي بدون ما اغيرها، على اساس نقول انه في بعض اخطاء فنيه، يعني احنا كمدرسين احيانا بنوقع فيها من غير ما ننتبه لها الصراحه. يعني زي ما ان شاء الله مش عارف مين اللي حيدرس لكم ترانزستور، زي ما يجي بده يكبر الترانزستور فبروح اللي هو احنا مكبرين طول الموجه. طب يعني هو الترانزستور ما كبرش طول الموجه، يعني انا ليش رسمت الطول تبعها مكبر؟ يعني هذه بعض اخطاء احنا بنوقع فيها للاسف الشديد من غير ما ننتبه. الان اذا حدا بده يسال اي حاجه عن البطاريات يتفضل يسال على السريع، علشان بدنا ننتقل لقياس البطاريات. ماشي، مين افضل، زياده الجهد ام زياده التيار؟ بدها وقت. الجهد كل الوظيفه تبعته ان هو يدفع التيار، لانه انا كمستهلك اي جهاز بيشتغل معايا بيشتغل على التيار مش على الجهد. يبقى الجهد وظيفته دفع التيار، وانا اللي بلزم للتيار. لكن في عندنا هنا قضية ثانية. نعم هو بتوقف على السبب. في عندي هنا قضية ثانية، عملية نقل الطاقة. لو أنا استخدمت جهد عالي، لو أنا استخدمت جهد عالي، معنى ذلك لازم أعمل حسابي في التوصيلات الداخلية للجهاز اللي أنا بستخدمه. كل ما زاد الجهد كل ما كان صار في إمكانية تسريب على الجناب. يعني لو انا بدي اوصل على سبيل المثال سلكين بيحملوا 6 فولت زائد وناقص، يعني سلكين 1 زائد 1 ناقص 6 فولت، بامكاني اخلي هذول السلكين يعني قريبين جدا من بعض.
بس لو كانوا هذول السلكين بيحملوا مثلا 220 فولت يبقى لازم ابعدهم اكثر عن بعض. ابعادهم اكثر عن بعض معنى ذلك بياخذ حجم اكبر. بياخذ حجم اكبر. عشان هيك كما نلاحظ لو احنا لاحظنا في الـ في, الـ في اجهزه الكمبيوتر يعني في المذر بورد هنلاحظ دائما ان هو بيحاول يستخدم جهود منخفضه. ليش بيستخدم جهود منخفضه؟ لانه بيعمل توصيلات قريبه من بعض. بيعمل توصيلات قريبه من بعض وبالتالي هو بده جهود منخفضه. طب التوصيلات القريبه من بعض طالما انا نقصت قيمه الجهد يبقى علي ازود قيمه التيار. قيمه التيار ايضا يحتاج الى اسلاك اكثر سماكه. يبقى هي العمليه بتضلها عمليه تصميميه، يعني انا عندي يو بي اس مصمم على 24 فولت، يبقى انا خلاص هستخدمه على 24 فولت، هو هيك اتصمم. انا عندي يو بي اس مصمم على 12، يبقى انا هستخدمه على 12، في بيستخدمه على 48، 48 فولت يعني 48. هلا بدنا نخش شويه على اجهزه القياس. في قدامنا هنا ساعه قياس. طبعا هذه مرسومه رسم. نطلع على ساعة القياس حنشوف فيها عدة وظائف. نلاحظ على كلمة وظيفة، لاحظين معايا كلمة وظيفة. هنا عندي وظيفة كاتب دي سي ام اي يعني وظيفة قياس التيار. لو انا هاي المؤشر هنا محطوط على وظيفة قياس التيار، لو انا نقلت المؤشر هذا لهنا معناتها منقولة الساعة على وظيفة قياس الفولت. الفولت ان هو دي سي. قلت حنرجع على البطارية مرة ثانية عشان نقول الجهد تبع حديث. المؤشر لهنا معناتها انا بدي استخدم وظيفة قياس جهد الاي سي. لو انا نقلت هنا معناتها هستخدم وظيفة قياس المقاومة. لاحظ الساعة إلها مجسين أو بروبين، واحد لونه أحمر واحد لونه أسود. دائما الأحمر يكون في النقطة الموجبة والأسود بيجي، الأسود بيجي على السالب دائما. بعض الساعات بيكون فيها مقياس للتيار، ممكن أحيانا السلك الأحمر هذا يكون له ثقب ثاني هنا فبانقل الاحمر من هنا لهنا عشان اقيس انا تيار اعلى. في عندي الوظيفه الاخيره اللي هي قياس اشباه الموصلات اللي مرموز لها برمز التيار. طبعا نسيت النقطه هذه لانه ما كانش الملف نازل. الجهد المنتج او المولد من البطاريات بيسمى مباشر او دايركت كارنت. الجهد اللي بتنتجه البطاريات، البطاريات على فكره حتلاقوا في بعض مراجع مش مكتوب بطاريه، مكتوب مولد، نفس القصه هي لانه هذا لانه هنا بيتم توليد للطاقه الكهربائيه فممكن نسميه مولد اوكي، بنسميه بطاريه اوكي، اسمه دي سي او دايركت كارنت. عشان هيك لما بدي استخدم ساعه الفحص علشان اقيس جهد بطاريه لازم استخدم خيار الدايركت كارنت، لازم استخدم خيار الدايركت كارنت. ناخذ هنا فكره بسيطيه. بدك يعني تاخذ بالك من ثلاث مفاهيم في ساعه القياس. في حاجه اسمها فانكشن، فانكشن، في حاجة اسمها رينج، وفي حاجة اسمها سكيل. سكيل تدريج يعني، التدريج سكيل، المدى يعني رينج، وظيفة يعني فانكشن. نرجع للساعة، نيجي على الساعة هنا بنشوف مثلا انا هنا حاط الساعة على 2.5، هي السهم شايف وين؟ على 2.5 ملي امبير.
معنى ذلك انه انا اخترت وظيفة اللي هي قياس تيار دي سي، دي سي كرنت او هو بالملي امبير حيقيس، يعني هاتد ام اي يعني ملي امبير. هنا انا ماخذ وظيفة قياس التيار. طب ايش هو الرينج؟ طبعا هذا تسمى فانكشن، هنا فانكشن، فانكشن ايه؟ يعني قياس التيار. في عندي الرينج، الرينج يعني ايش هو المدى الاقصى اللي بتقيسه الساعه؟ ايش هو المدى الاقصى اللي بتقيسه الساعه؟ طبعا تدريج يعني سكيل، معدل لا مش موجوده كلمه معدل. تدريج اللي هو هنا التدريج، التدريج هو اللي انا بقى اشوفه. النتيجه، النتيجه تبعت الوظيفه والمدى والنتيجه تبعت الفانكشن اللي هي انه انا في النهايه باخذ تدريج معين باشوفه على على الساعه. هنا باشوف التدريج، هنا باخذ المدى، المدى اللي بتتحمله الساعه. يعني لما باخذ انا هنا 2.5 ملي امبير، معنى ذلك انه الحد الاقصى للتيار اللي انا بدي اقيسه بده يكون 2.5 ملي امبير. لو انا اخترت هنا معنى ذلك انه الحد الاقصى اللي انا بدي اقيسه 50 ملي امبير، لو اخترت هنا معناتها الحد الاقصى اللي هو 250 ملي امبير. نطلع على الجهد هنا، مثلا هنا عندي 1000 فولت. لو انا اخذت المؤشر هذا وحطيته هنا معنى ذلك انه الساعه هذه بتقيس كحد اقصى 1000 فولت. طب السؤال، انا عندي الان بطاريه 6 فولت، على اي مدى؟ طبعا هستخدم الرينج بتاع الفانكشن بتاع الدي سي. طب الرينج استخدم ال 500 مللي ولا 2.5 ولا ال 10 ولا ال 50 ولا اي مدى استخدم عشان اقيس انا ال 6 فولت؟ طبعا لازم استخدم مدى يزيد عن المتوقع قياسه. نعم اكيد ال 10 فولت هو اقرب حاجه بتعطيني في دقه، لان لو انا اخذت على ال 50 فولت برضه حقيس الجهد، مش حقيس على ال 1000 برضه بقيسه، بس الفاصله اللي حتيجي كم خانه حيكون وراها حيبدا يتقلص يتقلص، لدرجه انه ممكن يكون الجهد مثلا 6.5 فولت هي تقول لي 6 بس. ليش؟ لانه ما بتحسش بالدقه زي ما تكون انحطت على ال 10. طب لو انا حطيت على 2.5 اللي هو مدى اقل، تفتكروا ايش اللي حيحصل؟ نشوف، نشوف اجابات. نعم طبعا لو حطيت على 2.5 جيد، الساعة الديجيتال مش هتقرا، لكن مش هتعطل بالمناسبة، لكن الساعات المؤشر ممكن يصير فيها عطل. لا لا هو مش هيقرا، لكن الساعة المؤشر ممكن تعطل، الساعة اللي فيها نيدل مؤشر ممكن تعطل لو انا استخدمت التدريج الأقل. الساعات الديجيتال لا، عاملين حسابهم للشغله هذه، حتى اذا الساعه نظيفه شويه وين ما اخطات في القياس ما مش حيكون عندك مشكله. وين ما هيكون من ما تخطئ في القياس مش حيكون عندك مشكله، حتعطي لك اوفر رينج او اوبن لوب او اي حاجه على حسب التصميم بتاعها، لكن ما فيش. لا بنوه دائما الساعه هذه لازم انا احاول اطفيها بعد نهايه الاستخدام، الساعه الديجيتال لازم اطفيها بعد، يعني لازم اعملها اوف بعد نهايه الاستخدام، لانه طالما انا عاملها اون هي بتستهلك في البطاريه، طالما انا عاملها اون هي بتستهلك في البطاريه. في حاجات كثيره ممكن احنا نتحدث فيها عن ساعه القياس، ممكن يعني اتحدث بشيء بسيط منها وان كان مش وقته، لكن يمكن بعض الاخوه يفكر يشتري ساعه. في حاجة مهمة في بطاريات، أحيانا في ساعات أحيانا تشتغل على بطارية 9 فولت
ساعات تشتغل على حجرين راديو، كل واحد 1.5 فولت، يعني على 3 فولت. معظم الساعات اللي بتشتغل على حجرين راديو ما بتقيسش الليدات، ما بتقيسش بعض العناصر الالكترونيه، وبالتالي انا بحذر هنا ايه الاخوه المستجدين، اذا عاوز يشتري ساعه يفضل انه يشتريها ببطاريه 9 فولت. يفضل يشتريها ببطاريه 9 فولت بتكون عنده فرصه احسن ان هو يقيس معظم العناصر الالكترونيه. نكمل مع الساعه شويه. نشوف هنا بعض المشاكل اللي ممكن تحصل معانا عندما نقيس الساعة. هنا تقريبا يعني النتائج اللي قدامك هنا غالبا هي انا بكون عاملها عملي، يعني انا مطبقها بشكل عام. نشوف في عندي هنا التدريج بيقرا معايا 1 فاصلة فوق هنا، 1.5 6 1. هنا انا اخترت المدى 2.5 فولت وقست بهذه الساعة. لاحظ هنا مهم جدا، تلاحظ الفاصلة العشرية، لاحظ الفاصلة العشرية 1.5 6 1. بعض الساعات بتكتب الجهد على الشاشة وبعضها ما بتكتبوش، يعني كلمة V اللي هي موجودة هنا هي صغيرة طبعا، أنا يعني يا دوب شايفها يا دوب شايفها، لكن لاحظ الزيرو، لاحظ الزيرو القمة الفاصلة، عفوا لاحظ القمة الفاصلة وين موجودة. هنا الساعة هذه بتقيس هنا 15 فولت و6 من عشرة أو 15 فولت و61%. لاحظ القمة، لاحظ القمة كثير، يعني انا بيحصل عندي مشاكل في التدريب من القمة، يعني هو مش مميز القمة وين موجود، مش مميز الفاصلة وين موجودة، يعني ممكن يقرا هذه 1561. طب من نقول له واحد قريت 1561 ايه فولت، طب الجهد اللي عندك قديش؟ كله 16 فولت، يعني لو طلعت هنا انا بقيت جهد 16 فولت، طب الساعة قديش قرات لي؟ قرات لي 1500، مش ممكن، فدائما تاخذ بالك من القمة. في عندي هنا عندي 160 فولت، 160 فولت او 156 فولت انا بقيس هنا. لاحظ الفاصلة وين انتقلت، لاحظ الفاصلة انتقلت من هنا لهنا لهنا على حسب الجهد اللي انا بقيسه، مع انه الساعة حتقرا هنا 1561 1561 1561، لكن الفاصلة هنا اللي حددت هذا الجهد 1.5 فولت بس، هذا 15 فولت، هذا 156 فولت. طب عند حجر راديو مستهلك قديم، لاحظ لو اخذت بالك حتلاحظ النقطة هذه، طبعا أنا عارف إنها مش واضحة، لكن هذه ملي فولت، هذه ملي فولت، ملي فولت، فأصبح هنا ما فيش فاصلة. ليش؟ لأن الساعة هنا كتبت لي ملي فولت، الساعة نفسها كتبت ملي فولت، يبقى القياس التدريج هذا كله بيقرأ ملي فولت، يعني 561 ملي فولت. برضه هنا بنقيس بالملي فولت، قلنا هنا نفس القياس اللي فات، هنا قياس، يبقى ناخذ ونركز تماما في موضوع القمة، رجاء لأن موضوع القمة هذا مهم جدا إنك أنت تكون عارف الأمدة. نشوف نكمل على أجهزة القياس. طبعا هنا عندي انا كاتب قياس التيار، احنا مش هنقيس تيار، هنقيس جهد.
الاختبار اللي فيها كان في الأول. خطوات قياس الجهد. أول حاجة هنختار وظيفة قياس الجهد. دائما الساعة الرقمية اللي بتقيس الجهد، الساعة الرقمية دائما وأبدا لازم فحص البطارية تبعتها، مش زي الساعة المؤشر. الساعة المؤشر لما أنت بتقيس جهد البطارية الداخلية أو الأحجار الداخليات ما لهمش علاقة في قياس الجهد، لكن الساعة الرقمية هي كلها بتشتغل على البطارية. عشان هيك أنا ما بقدرش أقيس أي حاجة على الساعة الديجيتال طالما إنها البطارية بتغمض. تغمض البطارية معناتها تلف، متى ما تلفت البطارية بتعطيني قياسات خاطئة، متى ما ومضت البطارية بتعطيني قياسات خاطئة. نعم المحاضرة ساعة واحدة. والله بالنسبة بالنسبة للدورة هذه يا أستاذي إحنا عاملينها تأسيسية للي ما بيعرفش لسه ولا حاجة. أنا متأكد إنه في ناس من اللي فهمانة فاهمة الكلام اللي أنا بحكيه، وبالتالي بتشعر بقليل من الملل، بس مش هم المعنيين، لكن هم أهلا وسهلا فيهم، وهم بيثروا الدرس بالأسئلة اللي ممكن يحطوها ويوضحوا الصورة. وجودهم ضروري ومهم جدا، لكن الفئه المستهدفه هنا هي الفئه اللي مقاوم المكثف. عشان هيك نجد ان المعلومات اللي بحكيها اوكي معلومات بدائيه، هي معلومات بدائيه. يبقى اهم حاجه لما بدي اقيس انا متاكد انه علامه البطاريه غير ظاهره، لان ظهورها يعني ضروره استبدال البطاريه الداخليه وبتعطي قيم خطأ. يعني مرة على منتدى القرية الإلكترونية أحد الأشخاص كان بيقيس جهد الخارج تبع لابتوب، وقال إنه بيقيسه 35 فولت أو 28 فولت. فأيامها أنا أصريت إنه مستحيل، يعني ما بصيرش الشيء هذا. بس فرجعت أنا مرة الأخ مشكور وقال لي بالفعل البطارية كانت تبعت الساعة كانت بالفعل عطلانة. يبقى البطارية هنا حذرت بيجي كم مرة من البطارية ما تكونش فاضية. بنحدد نوعية الجهد اللي بدنا نقيسه، يعني إذا أنا بدي أقيس دي سي حختار وظيفة جهود دي سي، بدي أقيس إي سي بختار وظيفة إي سي. ماذا يمكن أن يحدث لو قست إي سي على الدي سي أو دي سي على إي سي؟ طبعًا الساعة الديجيتال مش حتعطل، يعني ما تخافش مش حتعطل، بس طبعًا ما تضلكش منزل. لكن مش هتعطيك قياس صحيح، لا سواء الساعة الديجيتال وحتى الساعة الأنالوج برضه مش هتعطيك قياس صحيح. ليش مش هتعطيك قياس صحيح؟ إذا لنا فرصة مستقبلا ممكن نتحدث في هذا الموضوع، ممكن بأيام نتحدث عن المحولات. تفكروني أطرح هذه النقطة يعني. ممكن طبعا في ساعات بتقرأ وساعات ما بتقرأش بالفعل، يعني في ساعات بتقرأ، يعني إذا أنا كنت بدي أجيب دي سي وحط أعطيت لساعة إي سي، في ساعات ما بتقرأش خلاص يعني ما بتقرأش. وفي ساعات بتقرا، بس الساعات اللي بتقرا معلش عشان انا اقول لك بتقرا كميه الدي سي الموجوده في الاي سي، وهذه الكميه طبعا اذا كان اي سي تماما يعني الترنيتنج كرنت معنى ذلك هي فعلا حتقيس الصفر. ثاني حاجه لازم احدد القيمه العظمى التي يمكن ان اقيسها. عشان هيك لازم يكون عندي فكرة عن الحاجة اللي بدي اقيسها في البداية. ما بعرفش انا اقيس جهد ما عنديش عنده فكرة خالص، اذا ما عنديش عنده فكرة خالص الجهد هذا بحط على اقصى رينج 1000 فولت، عندي بحط على 1000 فولت. لكن طبعا لو انا كل مكان بدي اقيس فيه بدي اختار اقصى رينج اقصى رينج، طبعا العملية مزعجة لان هاخذ اقصى رينج بعدين اوطي اوطي اوطي، فالعملية مزعجة. لذلك أنا الفكرة تبعتي اللي باخذها عن البطاريات عن مصادر الجهد
هذا بتساعدني في ان انا اختار الرينج المناسب بسرعه. يعني مثلا انا عاوز اقيس الان بطاريه موجوده في الشحن، شحن يعني عربيه كبيره. معظم العربيات الكبيره فيها بطاريات 24 فولت او بطاريتين 12 12 متصلات على التوالي بيدوا 24 فولت. يبقى انا مهيأ ان انا اقيس 24 فولت في هذا المكان، وبالتالي بحط الساعه على التدريج اللي بيعلو ال 24 فولت مباشره. طبعا ما ننساش انه في ساعات كثيره جدا تختار الرينج آلي الا اذا انت فكرت تعمله محدد او مقنن على قياس معين. في عندي انا مثلا عاوز اقيس حجر راديو، حجر راديو ايش؟ 1.5 فولت. يبقى باختار قيمه تكون مثلا لل 10 فولت او حسب الساعه. اطراف الساعه، ساعه الفحص، بتنمسك زي ما بتمسك القلم. يعني كيف انت بتمسك القلم عشان تكتب؟ هي تنمسك كذلك. دائما بحط في ايدي اليمين اللون الاحمر، في ايدي اليسار اللون الاسود. اللون الاحمر اللي هو موجه للجهد الموجب، اللون الاسود موجه للقطب السائل. وبنقرا قيمه القياس بدقه فيما تبقى من الوقت. اي واحد عاوز يسالني حاجه يسال. بالنسبة للأخ اللي بيسأل عن دورة مايكرو كنترولر، يا أخوان مفيش حاجة بتيجي للإنسان بالذات. يعني عندما بدك تخش أنت دورة مايكرو كنترولر، أما في قدامك حاجات كتيرة لازم تعرفها، في حاجات كتيرة لازم تعرفها. الملف اللي انا قاعد اشرح منه، طبعا هذا انا بحضره الملف هذا للدوره، يعني للدروس هذا انا بحضر الملف هذا، فبجمع منه، بجمع من الموقع. انا حاطي لك الموقع اللي موجود فيه الموضوع او معظم اللي انا بحكيه موجود هنا. افتكر انه ما فيش مشكلة ابعت الرابط هذا للاخوان، يا كنترول يا الاخوة تبعين الدعم الفني، لانه هو الموقع اللي جمعنا في البداية. يعني معظم الكلام اللي انا بحكيه موقود من مواضيع سبق انه انا نزلتها في القرية الالكترونية. طبعا مع يعني صار له هذا من 4 سنوات انا منزله تقريبا. أكيد إنه اللي بتحدث فيها أنا يعني أستفيد شوية خبرة من المشاكل اللي حصلت وبحاول أتلافاها، وبالتالي بيكون الكلام المحاضرة هنا أو الدرس اللي هان أكيد إنه أنا بكون وضعت فيه بعض معلومات ما كنتش تحدثت فيها في السابق نتيجة ما بكتسبه من مهارات من خلال الممارسة في التدريب. الآفو يعني أنا بستخدم ساعة فلوك. خلينا نعمل دعاية لساعات الفلوك اللي هم امريكيات هذول. ساعة الفلوك هذه ما بتعطلش، الا في حالتين، توقع منك او تقيس فيها جهد زيادة عن الجهد اللي هي مصممة عليه، يعني تقيس فيها اكثر من 1000 فولت. يا توقع يا تقيس فيها اكثر من 1000 فولت. انما انت كنت عاوز تقيس مقاومة ورحت شابكها في التيار الكهربي، الفلوك انا بحكيها. ايوه الله يخليكم، لانه لانه الساعات الصيني ما انتم عارفين، يعني انا عندي ساعه صيني مره جبتها كنت بقيس 120 فولت، فلكوني استمرية الساعه اكثر. اللاند الصيني او هذه الساعات ممكن يكتب لي اقصى 530 ثانيه فقط، ولمده 30 ثانيه فقط. طبعا هذا سوء في الساعه، يعني معناتها الساعه مش نافعه، لانه بالعاده في الشغل احنا عندنا احيانا بضطر انا اشبك الساعه لمده، يعني اقول لك انا كنت مرات بشبك الساعه لمده ساعتين
ساعه الفلوب عشان تقيس جهد معين عندي، كنت اتركها على الجهاز لمده ساعتين، انا بدي اراقب الجهد هذا ايش اللي بيحصل له مع المده الزمنيه. لكن طبعا لو كانت ساعه صيني اكيد حتتلف، فتلف الساعه بيرجع لحاجتين اساسيات اللي هو وقوعها على الارض، قياس جهود اعلى من اللي هي مصممه على قياسه، او انه يكون تصميم الساعه قياس جهد 220 فولت. قياس جهد 220 فولت طبعا المقصود هنا في اي سي، هذا ان شاء الله عندما نتحدث عن المحولات ممكن نتحدث فيه عن المحولات، لانه عادي انت حتحط الساعه في الكهرباء وحتقيس، يعني ما فيش مشكله حتستخدم وظيفة قياس الاي سي وحتقيس جهد الاي سي، ما فيش اي اشكال. لكن احنا قبل ما اقول لك انا قيس جهد الاي سي لازم اعطي لك شويه احتياطات امن وسلام، لازم اعطي لك شويه احتياطات لامن وسلام. ما فهمتش ايش يعني محول 9 فولت مكان اخر ذو اطراف ثانوي. زي ما حكيت الدوره هذه للمبتدئين جدا، يعني لو انا جاوبتك عليها على السؤال هذا يعني 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 بكون انا خرجت عن اطار الموضوع اللي احنا فيه. ليش؟ لانه لسه احنا ما اخذناش المحولات، قادمه ان شاء الله، يعني من خلال الدوره هذه حيكون عندنا دروس عن المحولات. ضايل دقيقه يا اخوان نحاول نسال اي حاجه. الدورة دي هتوصل فيها لحد ايه؟ الدورة هذه دورة أساسيات. السؤال تبعك لماذا يقال أجهزة الدي سي والاي سي برضه هنتعرض له من خلال الدورة إن شاء الله. طبعا هنا احنا تحدثنا عن البطاريه، لكن احنا الهدف مفهوم عن الجهد، ناخذ مفهوم عن التيار، مفهوم عن المقاومه، نكرر هذه المفاهيم شويه على اساس انت تستوعب الفروقات بين الجهد والتيار والمقاومه، بعدك بتكون الامور اسهل. يعني دائما المحاضرات الاولى بتكون شويه فيها صعوبه، لانه انا في عندي مفهوم معين بدي اوصل لك اياه، يعني انا عندي مفهوم بدي يصل لك علشان لما تستخدم الساعه تعرف كيف تستخدمها، تعرف ايش هي المقاومه، تعرف ايش هو مصدر الجهد، تعرف ايش هو التيار، تفرق ما بينهم، تصير الامور عندنا اسهل. يعني زي ما احنا بنكون بنبني في عماره، كل ما انا خليت القواعد مستويه اكثر ومنضبطه اكثر، كل ما كان البنى اللي فوق اريح، لكن اذا انا تركت الاشي مشرشر ورايا بلقى بضلي انا تعبان طول ما انا بشتغل، لانه كل اشي بيطلع معي اعوج. ازاي ايش؟ تيجي الاسئله، السؤال ممكن انت مالك تكتب، اكتب السؤال بدك اياه، يعني مش فاهم. افتكر الوقت انتهى. اتمنى اشوفكم ان شاء الله يوم الاثنين في نفس الميعاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.